مال سير ورا غادي يا سير فيديو. واش نقول لك اخو؟ لا تجي فاطمه للمحل، اسمع، لا تجي فاطمه للمحل اعطيني خويا حسابي خمشي في حالاتي، والله تضرب لك مع الكليان. احمد فراسك عباد الله، ولا كيقول لي راه حق هذيك الهضره كامله كذوب، راه كيجي والله يا خويا تضرب لك مع الكليان. راه سمعتي اش قالت لك البارح؟ تقلب على فاطمه محمد، قالت لك ندير بلا وجهها، قالوا له تضربوا ولا انا ولا هي اخو؟ لا كذا تجي خدا المحل هي، انا خدا ما جايش. شكون هذا؟ صيفطها 16 ميعاد 80 درهم الروينه في الكوزينه، هاي 80 درهم احمد، صرفت 80 درهم الشيا العبال ديال الحمار الروينه، باش عارف ما تبيع وتشري لي 80 درهم احمد، اسر ولا قري الروينه في الكوزينه احمد 80 درهم غسر ولا تشاو، ثمانين درهم أحمد بسروالها، غسر ولا الروينة في الكوزينة، فاطمة بغات دير لي باك، أش خصك أش خصك البراكة بغيت السرسارة مولاي، 80 درهم الروينة في الكوزينة أحمد. زيد الروينة في الكوزينة. أسي والله تضرب لك مع الكليان، هي عارفة ما هي الهضرة عندها ناقصة، 80 درهم 80 درهم أحمد، خمسة دوال ومع ستة الوان 80 درهم 80 درهم أحمد، الروينة في الكوزينة نخشمو بهادي 80 درهم أحمد. وا احمد نهار الاول فيك شي تشوف الناس اللي كانت يندبوك، انا ندبوك حيي ذاك هاي عادل احمد الكسوة 50 درهم 1000 ريال اللي برصتو لنا على راسنا شي ديال الخيطين 1000 ريال فيها خمسة الوان احمد شي خمسة الوان 1000 ريال 1000 ريال احمد روينه في الكوزينة 1000 ريال احمد احمد غدا ما جيكش لا جات الزرافه ديال فاطمه انا ما جيش ما جيش والله اخو ما تشوفني صافي غدا غدا تشوف فاطمه بالبوي فران غدا حيد
تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.